السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناة مصان السيد فاشن مهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا. إذا كنا احنا عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك إن شاء الله هتستفيدوا منه. مع بقى هنبدأ دلوقتي في بعد ما قصينا احنا الموديل هنبدأ نقفل السوستة والحرف الجلد بتاعنا. أول حاجة هاجي أركب السوستة. احنا عارفين إن الخامة قلنا فيها إيه؟ فيها لكرة، تمام. قبل كده الناس اللي هي أصلا معانا قبل كده قلنا لما يكون الخامة فيها لكرة وهاجي أركب عليها سوستة يبقى السوستة هتتركب على ايه؟ يبقى السوستة هي الاساس، بمعنى هي الاساس، هي اللي هتمشي عليها المكنة، والخامة الليكرة هي اللي هتبقى على المشط تحت، هي اللي هتبقى على المشط تحت، تمام؟ انا اصلا شغال على المكنة دي وانتوا اول مرة تشوفوني شغال عليها. ليه؟ لان بحب اشتغل عليها الجلد، بحب اشتغل عليها الجلد، تمام؟ اي يعني هي بس بتبقى ايه؟ حاجة نفسية كده، لكن سواء دي او ديت هعرف ايه نعرف نشتغل عليها، تمام. اول حاجة انا الجلد انا مجهزه، ماشي، مجهزه ازاي هوريه لحضراتكم عشان نبقى متخيلين احنا هنعمل ايه، ماشي، لان تخيل الشيء فرع عن تصوره. ادي الحرفين الجلد اللي هو هيبقى ايه السوستة ديت ما بين الحرف الجلد وما بين ايه القماش، تمام. فانا الجلد اصلا لازقه في زلين قمر زي ده، واحنا وانا اوريكم في زلين القمر ده قبل كده وعلى المكنة وعلى المكوى بره، ماشي، وريته ليكم، تمام. مجهز انا بقى الشريطة، شايف انت متساوي ازاي ومستقيم ازاي. هبدأ دلوقتي اول حاجة اثبت ايه السوستة بتاعتي، اول حاجة اثبت ايه السوستة بتاعتي. نقول بسم الله كده ونشوف. انا دلوقتي الوش بتاع الجسم اللي معايا اهو، تمام. هاجي السوستة هيبقى في مسافة من تحت متسابة، في مسافة من تحت مش ايه ما فيهاش السوستة دي، يعني السوستة مش هتبقى ايه من عند الديل هنا. ليه؟ اولا لحاجات كتير. اولا لو انا عايز اقصر المنتو دوت بعد ما اتعمل، تمام، عايز اتقصر 3 سنتي، عايز اتقصر 5 سنتي او دوت، يبقى معايا الامكانيه ان انا ايه اقصر وما افكش، لان انا دلوقتي لما تكون السوسته ديت معايا وعايز اقصر وهي على الاخر هنا هوت كده، يعني مثلا انا التانيه بتاعتي هنا والسوسته هنا هو كده، ماشي، هتبقى كده. فاجي اقصر، لا ما ينفعش تتقصر، لازم افك السوسته كلها. فبالتالي انا لما اسيب مسافه من تحت ولتكن 15 سنتي، اولا مش هتبقى مسافه كبيره، لان لان المنتو طوله واصل لغايه مثلا فوق الركبه مباشره، هي عايزه تقصر عايزه تطول، يبقى انا معايا ايه الامكانيه، تمام. فلما اسيب 15 سنتي مثلا من هنا، يبقى دلوقتي لما اجي بقى اشتغل، ماشي، عايز اتقصر عايز اتطول، يبقى انا اعرف ايه اقصر وايه واطول الكلام ده. فانت هتسيب قد ايه من تحت، تمام. اجي اروح جاي حاطط الاثنين دول على بعض كده اللي هم ايه الاثنين الامامي معايا، ماشي، وابدا ايه اشوف انا هسيب مسافه قد ايه من تحت واعلم المسافه ديت معايا عشان تبقى هي ديت ايه نهايه السوست عندي اهي، وقد ايه الفورت ده كده، تمام. هاجي بقى ايه اجيب جسم السوست نفسه، هجيب جسم السوست نفسه. تفكرين قبل كده لما جينا عملنا ايه، لما جينا نركب مصر الجاكيت كنا بنعمل ايه؟
كنا بندي فرات على اساس ايه؟ على اساس لما اجي اركب كل فرت يجي على التاني فما تطلعش مني حاجة اطول ايه من حاجة، ما تطلعش مني حاجة ايه اطول من حاجة. تمام؟ يستحسن بقى ان نفس الكلام دوت اعمله فين؟ في السوستة معايا كده. يعني انا السوستة هاجي هروح جاي مركبها مثلا كده. تمام؟ هاجي دلوقتي انا معايا ايه؟ الجسم اهو ماشي، هاجي اروح مدي ايه فورتي مثلا كده اهو التلاته مع بعض. ايه هما التلاته؟ الجسم، الجسمين، وحرف ايه؟ وحرف السوسته. ما بخشش في السوسته جامد اهو كده بس. تمام؟ على اساس ايه؟ لما اجي اركب السوسته مفيش حاجه تطلع معايا اطول من حاجه، ولا ان السوسته تلم مني الجسم، ولا الجسم مني يلم السوستة. تسبب لان الجسم انا قلت ايه في لكرة، فالفرط اللي فرط ديت كله هيقفل مع بعض. الكلام اللي انا بقوله لحضرتك والكلام اللي انا بقوله لحضرتك لازم يكون يتنفذ زي ما انا بقوله. مش الكلام مش قرآن، ممكن يكون عندك انت طريقة احسن، بس انا بديكي الطريقة اللي من خلالها فإحنا فعلا بنقدر نظبط إيه شغلنا مظبوط. فعلى حضرتك وحضرتك إن أنت إيه تبتدي من حيث إيه انتهى الآخرين. فأنا بديك الحاجة من الخلاصة بتاعتي. تمام؟ كده أنا اديت إفراط على الإيه؟ على السوستة نفسها. تمام يا جماعة؟ ماشي؟ بقى عندي الجسمين أهم وعندي السوستة، ومعروفة الايه ونفس الافراط من السوستة هنا هتكون نفس ايه نفسها الناحية التانية بالظبط اهي. تمام؟ اهي هركب انا جنب السوستة، بس احنا نبقى عارفين ان السوستة هتكون ما بين ايه، ما بين الجلد والايه والجسم نفسه، ما بين الجسم، ما بين الجلد والايه والجسم نفسه. تمام؟ فعشان ايه ما نتلخبطش لازم نروح جايين كده. خلاص كده احنا حددنا، يبقى دي احنا جهزنا السوسته ان احنا نيجي نركبها ونبقى ضامنين ان شاء الله ان هي ايه مش هتعمل معانا حاجه بالميزان اللي احنا اديناه ده. ايه هو الميزان اللي هي الافراط اللي احنا اديناها دي؟ هي المفروض هتبقى ايه السوسته ماسكه هتبقى كده في الجنب ده كده ماشي، ما بين ايه الجلد هيبقى راكب المفروض هنا صح كده، هيبقى راكب من جوه. تمام؟ او هيبقى كده بالظبط اهو. تمام؟ والايه السوستة هتبقى ما بين الاتنين. فانا عشان ابقى عارف انا هعمل ايه يبقى السوستة هتبقى راكبة ايه من جوه، السوستة هتبقى راكبة ايه على الجسم من جوه، لان انا لازم اثبت السوستة بتاعتي الاول، لازم اثبت ايه السوستة بتاعتي الاول اهو. نبدأ مع بعض كده، الجسم نفسه تحت، الافراد دي بقى ظابطة معايا الدنيا ان انا ابتدي السوستة من فوق ابتديها من تحت مش فارقة معايا، ابتديها من فوق ابتديها من تحت مش فارقة معايا، لان انا مظبط الكلام كله. اشتغل بدواسه سوسته ولا عاديه؟ لا هشتغل بدواسه عاديه الاول اثبت ايه السوسته بتاعتي اهي، وممكن اشتغل بالدواسه ايه العاديه على طول. نقول بسم الله كده الافراط كل فرط مع اخوه بالظبط. ثواني عشان ايه
تبقى لما احط ايديا ما تداريش الاضاءه بتاع المكنه نفسها. تمام كده ان شاء الله. تعالى بقى زي ما قلت لحضراتكم ماشي، نركب بقى احنا ايه السوسته معانا اهي، الافراط كل فرط مع اخوه بالظبط. لغاية ما هقف عندي ايه؟ عندي نهاية السوستة بتاعتي. اهي السوستة واقفة فين؟ عندي النهاية اللي انا ايه ابتديت بيها. يبقى اذا تبتدي بقى زي ما بقول لحضرتك من فوق هتبتدي من تحت، مش فارقة معانا طالما في ايه؟ في الموازين اللي احنا ايه؟ اللي احنا ايه بنشتغل بيها. تمام؟ طبعا ايه المكنه دي مش اوتوماتيك زي التانيه، بتقص لنفسها وبتنظف لنفسها. تمام، ويعني في ناس ما تعرفش تشتغل على دي دلوقتي ليه؟ لان هم اتعودوا ايه يقول لك ان انا ما بشتغلش الا على الايه على الاوتوماتيك بس. تمام، دلوقتي بقى هنبدا نعمل ايه، هبدا اركب كده خلاص السوسته اهي بقت ايه، بقت ايه راكبه من جوه على ايه على بره، عشان تيجي الجلد دوت يركب هنا اهو كده. تمام، وايه ويبدا بقى ايه هو اللي يقلب على بره. طبعا انا معايا بقى ايه الحروف بتاعت ايه بتاعت الجلد دي، هي اللي انا همشي عليها بالظبط عشان تظبط معايا تظبط معايا لما اجي اتني. طبعا الجلد خلاص ما بيمطش لان هو ملزوق في سنين. اهم حاجه ظبطت السوسته في الاول، ظبطت السوسته هتكمل الباقي زي الفل، لان اصلا في ناس السوسته ديت ما يعرفش يركبها لان بتلم منه، لولا الافراط اللي احنا ابتدينا بيها ديت ها كنت لازم اركب الناحيه الثانيه واظبط ده مع ده واعمل. لا كده خلاص انا معايا موازين اساسيه هي اللي انا بظبط عليها الدنيا كلها معايا. تمام كده انا ايه بقت السوسته محبوسه ما بين الجلد وما بين ايه ما بين الجسم نفسه. تمام، ماشي اهي بقت السوسته محبوسه ما بين ايه ما بين الجلد والجسم نفسه. تمام، اظبطها بس كده ايه مكوى ونشوفها على اساس ايه تظبط، عشان لما نقلب الجلد نفسه تبقى ايه تبقى السوسته نفسها هتبقى ايه قلبه بنفس الشكل ده كده يا جماعه. تمام، ونشوف برضو عرض الجلد لو انا عايز اكنزه عايز اعرضه ديت في ايديا دي في ايه في ايديا. تمام، اظبط كده ونيجي نشتغل مع بعض تاني. انا لقيت ان انا عايز اقلل عرض الجلد شويه. تمام، هاجي بقى ايه اقلله ازاي؟ تعال شيل لي بقى الدواسه دي كده، وبدل ما انت واخد على حرف الجلد نفسه تمام اشتغل بايه بالدواسه النص رجل، اخش بقى ايه احبس السوسته شويه ومن ثم اضيق ايه مسافه الجلد معايا. اربط الدواسه كويس ماشي، كانك انت هتشتغل بدي على طول عشان ما تفكش منك وانت شغال.
كده احنا ضيقنا الجلد بمسافة قد ايه؟ مسافة حوالي 3 متر. تعال نشوف بقى كده اهو. بقى بنفس الشكل ده كده. تمام؟ اهو. ماشي؟ هبدأ بقى قد ايه؟ قد الشيمة على الجلد نفسه. هبدأ قد الشيمة على الايه؟ على الجلد نفسه. بس الجلد بقى الدواسة دي ما ينفعش لو جيت انا مشيتها على الجلد، بص هتعمل معايا ايه؟ ماشي؟ بتبدأ تلم الجلد معاك شوية. بتبدأ تلم معاك ايه؟ الجلد شوية اهي. تمام؟ وخاصة لما تبقى تحتيه ايه؟ قماشة. هو دوت كمان ايه؟ عشان ده تحتيه فازلين فمش فارقة معاه قوي. لكن لو الجلد دوت ما تحتهوش فازلين هتبدأ الدواسة دي تلم الجلد منه. فببدأ أنا دلوقتي ماشي هعمل إيه؟ أظبط بس الجلد على المكوى شوية وأبدأ بقى إيه؟ أوريكوا إحنا هنشتغل بالدواسة دي العادية دي إزاي؟ الجلد وما يلمش منه، تمام؟ هجيب حاجة صغيرة كده، أي وعاء صغير كده، وفي شاور جل، في شاور جل، تمام؟ شاور جل بتاع ايه؟ بتاع الحمام. في ناس بتستخدم له زيت، لكن انا بستخدم له الشاور جل. ليه؟ لان الزيت لما ينزل على حاجه هيبقع فيها، تمام؟ فانا اكيد لكن الشاور جل عادي جدا جدا هيتمسح خلاص انتهى، مش هيسيب اي اثر في الايه؟ في الخامه، وخاصه ان دوت مثلا ايه؟ لو الخامه اللي انا شغال عليها فاتح، تمام؟ اجيب زي ما بقول لحضرتك وعاء صغير وفيه شاور جل، وببدا احطه على الجلد كده ماشي، يعني حاجه بسيطه كده المسه على الجلد. امشي بقى بيه بالمكنه زي ما انت عايز، مش هيجرى فيه اي حاجه. ما تشتغلش بدواسه بلاستيك، الدواسه البلاستيك مش هتظبط معاك برضه عشان تبقى عارف. احسن حاجه اما الزيت او الشاور جل. الزيت لو انت ما بتعرف صعب ان انت تتحكم فيه، لأن ممكن ينزل على الخامة، لكن الشاور جيل نزل على الخامة ما فيهاش مشكلة معاك. تمام يا جماعة؟ نجيب بقى الشاور جيل كده ونشوف احنا هنشتغل بيه ايه؟ ازاي على المكنة نفسها. نركز بقى مع بعض، أنا دلوقتي بظبط الايه؟ الباندا نفسها بالسراجة الأول، تمام؟ عشان لما تيجي تديها الشيم بتاعتها بتاعت التثبيت تظبط معاك مفيش بعد كده، تمام؟ فانا يعني بوريها لك بالسراجه. ممكن تشتغلها من غير سراجه طبعا، ممكن اشتغلها من ايه؟ من غير السراجه وهتظبط معايا زي الفل. ظبطتها انا من فوق لتحت اهي. خلي بالك شوف المكنه انا حاططها فين، هي اللي ماسكه معايا القماش وشداه، هي اللي ماسكه معايا ايه؟ القماش وشداه بنفس الشكل ده كده. بسرج الباندا كلها، بسرج ايه؟ الباندا كلها. ده كده جنب ماشي. الجنب التاني برضو بعمله كده، يعني الجنب التاني سواء ادي اهي قدام حضرتك. تعالى بقى بالدوت اروح كاسر ده برضو بنفس ايه؟ بنفس الشكل ده كده، عشان يبقى كده ايه؟ انا ظبطت الباندا من ناحيتين، ظبطت الباندا ايه؟ من ناحيتين. الشغل زي كده اهم حاجه تظبيطه، لان هو دوت الفينش بتاعه اللي هيظهره، فتظبيطه بنفس ايه؟ بنفس الشكل ده. وانا زي ما قلت لك وقلت لك قبل كده ان المهنه ديت مهنه صبر، فاللي ما عندوش صبر ما يتعبش نفسه فيها، اللي ما عندوش صبر ما يتعبش نفسه فيها، واللي ما عندوش صبر مش هيطلع حاجه هو لما يبص لها كده يقول الله مين اللي عامل دي. يعني انا زي ما بقول لك انا لما بعمل الحاجه وتتظبط بقى مكوى وتتعلق على شماعتها ماشي، يجب ان انت تبقى فرحان بيها، يجب ان انت تقول فعلا يعني معلش اصلا ان احنا ثقتنا في الله عاليه، ان اللي عامل الحاجه ديت واحد فنان فاهم هو بيعمل ايه. شوف انا بظبط بقى ايه الباندا اهي كلها
ماشي اهي كلها هتتظبط بنفس ايه، بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفين. اكملها عشان ايه ما ناخدش وقت، انا بس اوريدك ايه البدايه بتاعتها وهكملها مع نفسي. انا عايز بقى حضراتكم تبصوا على البنده اهي، واحنا لسه ما قفلناهاش. شايف المرد عامل ازاي، شايف الاستقامه بتاعته، شايف الشكل بتاعه، شايف الجمال بتاعه اهو. تمام، هبدا بقى دلوقتي ايه اديله الشيم بتاعته، ثبته. لازم يعني شوف انا بقول لك انا اهو لازم اثبته بنفس الشكل ده عشان يطلع معايا مظبوط. تمام، تعالى بقى زي ما قلت لحضراتكم، ادي طبق صغير كده او غطى فيه شاور جيل، دي قطعه قماش الفها واعملها بنفس الشكل ده كده. تمام، عايز تاخد بصبعك وتحط بس يعني لا اهي دي كده بس اهي كده زي ما حضراتكم شايفين اهو، باجي اروح جاي عاملها على الايه على الجلد ده كده. بص حضراتكم اهو اشتغل بقى زي ما انت عايز، ماشي، مش هتعمل معاك الهوا. نقول بسم الله، وبعد كده بتروح ايه جاي لايه مظبط الجلد دوت وايه ماشيه بقى. بص حضراتكم اشتغل بقى ما تخافش يا عمار. لو مش حاطط الشاور جيل دوت مش المكنه مش هتمشي معايا بنفس الشكل كانها ماشيه على قماش عادي، بالعكس ده كده اسهل لها كمان المكنه ماشيه بسهوله جدا. عمل في البنده ديت يعني انا ما رضيتش ايه زي ما بعمل اعمل لكم عينه واعمل عليها عشان تعرف ان الحاجه بنعملها ازاي من بدايتها ماشيين بيها ازاي. كده ادي جنب خلص ماشي، مش هقول لك شوف الخط وظبطته، شوف الخط اهو شايف الظبطه بتاعته. لما اجي اشيل لك ال بتاع ال السراجه ديت تبان لك بالظبط. ماشي اهو انا بس بنشف الجل اهو، شايف الخط والظبطه بتاعته. تمام، هو ده اللي انا عايز ان انت تعمله احسن منا. ده جنب اهو، ده الجنب التاني هاجي اروح ايه عامله بنفس ايه بنفس الشكل ده كده بالظبط، بنفس ايه الشكل ده كده ايه بالظبط. ماشي، ممكن تعمل الشيمه ممكن ما تعملهاش، ممكن تعمل الشيمه من الناحيه دي وممكن ما تعملهاش برضه. تعال تعال ايه نشتغلها برضو عشان تعمل تبين معانا الشكل. اهم حاجة الشيمة ديت تبقى ماشية، ممكن تستخدم لها دواسة لو انت مش هتعرف تظبطها، ليها دواسات، ليها دواسة شيمة شمال ودواسة شيمة يمين هوريها لك. ماشي، في منها الثابت وفي منها المتحرك. اهم حاجة ان انت تبقى ماشي يعني مش هقول لك يعني تعمل الحاجة ديت وانت بنفس راضية بنفس عالية كده عشان تطلع معاك مظبوطة الظبط اللي انت شايفه. تمام، لان انا زي ما قلت لك لما تظبط الحاجة من الاول خالص، لما تظبط الحاجة من الاول خالص هتظبط معاك مفيش بعد كده.
طبعا السوسته ديت لازم تكون سوسته نظيفه، سوسته تستحمل. ليه؟ لان طبعا السوسته زي كده عشان تتغير مشكله، ما حدش يعرف يغيرها. فانا زي ما بقول لك لازم تكون السوسته نفسها نظيفه كده. احنا بفضل الله الجنب ده كده خلص كله تمام. شيل السراجة بتاعتك بقى كده خلاص، ملهاش ايه ادنى لازمة، ملهاش اي لازمة يعني. شايف بقى زي ما قلت لحضرتك ان الشاور جيل ما يهمش خالص، جه على ايدك جه على اي حاجة ها مش هيسيب ايه اي اثر. اهو تمسحه اهو تمام، وادوس عليها مكوه تطلع. مش هقول لك بقى شكلها، شايف السرا، شايف الشيمه ماشيه ازاي، شايف الشيمه ماشيه ازاي، ماشي كانها معموله بمكنه كمبيوتر يعني بدون تدخل ايدين خالص. اعمل بقى الجنب التاني كده ماشي، واوريكم بقى ايه الجسم كله لما اقفل ايه السوسته بتاعته. يبقى انا كده مشيت معاك المساله من الف ليه، تظبطها ازاي، الشيم اللي الموازين اللي انا عملتها في السوسته هي دي الاول، هي ديت البدايه بتاعتك الصح تمام. اعمل انا الجنب الثاني ونقفل ايه السوسته، ودي الفن من الفنيات العاليه في الايه في التونيك ده كده. احنا بفضل الله عز وجل نقفل الفيديو دوت، وايه عشان في شغل تاني هيتعمل في الصدر برضو ايه في نفس الموديل تمام. ارجو ان انتوا اصلا اي حد استفاد مننا كلمه ما ينسناش بدعوه ظهر الغيب، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بطلوب من حضراتكم، تشير الفيديو على صفحاتكم الشخصيه بطلبه من حضراتكم ما بنطلبش منكم كتير. بعد كده الدال على الخير كفاعل الاصل الاصيل اللي احنا بنيني عليه قناتنا وقناتكم. واخر حاجه اقولها لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.